السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمستشفى الجديد اللي ستنطلق الأشغال به في ولاية البوليدة وبالضبط في بلدية مفسح. وهذا المستشفى اللي سعة ديالو 300 سرير، وهو يعني نتاج شراكة بين مستثمر جزائري. إذن كان لديه يعني استثمارات كثيرة خاصة في ميدان إنتاج الإسمنت. إذن هذا المستثمر مع شراكة مع ابن استثمار أمريكي، وهي شركة أمريكية متخصصة في ميدان الطب وتسيير المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا هو الاستثمار بشراكة مع أمريكيين وجزائريين لإنشاء مستشفى ب 300 سرير في كما قلنا بلدية مفتاح بولاية البوليدة. وهذا المستشفى كما نشاهد فهو يحتوي على أكثر من 25 اختصاص في الطب بصفة عامة، وسوف يحتوي على أحدث تكنولوجيات في هذا الميدان. وإن شاء الله مثل هذه الاستثمارات تلقى يعني تجاوب من مستثمرين آخرين يعني في هذه في ولايات أخرى إن شاء الله، ويكون لها أكيد صدى وفائدة كبيرة للمنظومة الصحية في الجزائر، يعني في القطاع الخاص والقطاع العام يكون فيه تكامل في هذا الميدان. أترككم عن نهاية الفيديو، السلام عليكم.